قام إخوانكم في حركة أحرار الشام الإسلامية وإخوانكم في فيلق الشام بعملية تبادل أسرى شملت مجاهد أحد قيادات فيلق الشام العسكري الذي أسر في معارك ريف حلب الجنوبي وإخوة مجاهدون من مجاهدي الريف الشمالي من مدينة مارع. الحمد لله رب العالمين، الآن الإخوة أحرار في مناطق المناطق المحررة ولله الحمد. حسني جدا وكويس ممتاز وما حدا اساء لنا بهي الشباب، ما في اطيب مني من الله، الله يحميهم ويخليهم لاهل الجميع. الاكل اللي كنا ناكله احسن من الاكل اللي كانوا ياكلوه اهل المنطقه. دوت خليها يشوفها دوت.